اهلا بيك يا مستر، نورتنا وشرفتنا والله. قول لنا بقى الحكاية مع ليسا بدأت ازاي؟ والله حكاية ليسا بدأنا في 2021، يوم 20/6 بالظبط 2021، كانت أول نظرة شفت فيها ليسا. أول يوم شفت فيه كانت بالنسبة لي أنا اتخطفت خطفة العمر، وهي نفس الموضوع. هي بتشغل في أنا غطاس وصار أندر ووتر في شرم الشيخ، وهي كانت جاية سياحة بعد فترة كورونا. المفروض كان اصلا الموضوع حدث، كان نصيب انها المفروض اصلا كانت رايحه دبي ولغت دبي وجت على شرم الشيخ، فكان دي كانت الصدفه بقى اللي انا عرفتها بعد كده. وبعدها بثلاث ايام ما اتكلمتش معاها حتى على المركب ولا قلت لها اسمي. قلت لها اسمي كده، قالت لي ليسا ازيك عامل ايه اسمك ايه زياد، بس كده اللي انا اتكلمت معاها على المركب. كانت بثلاث ايام عملت لي فولو على الانستجرام وكده، وبعدين انا دخلت كلمتها الصراحه لما شفت صورها وعرفت اللي هي، دخلت كلمتها عامله ايه وازاي. دخلت بقى المصريين بتاعتنا بقى، كان الكلام ده من كام سنة بقى؟ سنتين ونص تقريبا صح، بقى جوه برامينا سنتين ونص. الحمد لله بدانا اتكلم انا وهي بالتليفون بعديها مسافرة طبعا، شويه شويه كنت شويه بتكلم روسي كويس، كنت بتكلم بالترجمه شويه شويه. بدات اتكلم معاها فويس اللي انا عارفه، وبعدين بدات اتكلم امها وبدات اتكلم ابوها، لغاية لما الحمد لله قررنا ان احنا نتجوز. عرفت اهلي قلت لها انا بحبك من اول شفتك، هي قالت لي انا كمان من اول ما شفتك وانا حبيتك لانك خطفتني برضه من المركب. سبحان الله احنا الاثنين كنا قلوبنا عند بعض. والدتي جات لي وابويا جالي طب واخواتي جولي. لما فتحت اسرتك في الموضوع قال لك ايه؟ والله ما كانوا مترددين شوية بسبب ال الله يعينك. بسبب اللي اسمه اللي انا الوحيد، يعني كانوا عايزين نعمل فرح ولما واخواتي البنات طبعا عايزين يتجوزوا من يفرحوا الاول. بيك. اه كانوا عايزين نتجوزهم من الاول البنات، عشان انت عارف اكيد الارياف عندنا لازم البنت تتجوز برضه عشان تسطرها وتعمل. بس انا خلاص الحب بالنسبه لي كان قتلنا يعني، وهي ما استنتش بقى. طب تقول لي ليه؟ ولا ليسا يعني اجمل حاجه شفتها في حياتي، بس تي سامي بير بابي وكده، سامي سبت خرج شغل. انا بريد تشتغل بريد سامي يا فريد، شو ما نلبس من يا شو ما نلبس في جيبك، شو ما نلبس ماما. تشت добрая мама. أم طيبة. Моя семья отличается от вашей семьи. عيلتها بتتكلم مع عيلتها على طول كل الوقت. Здесь чувствуется немножко другое отношение. Ну, то есть хорошее. بقول لك هنا احسن بكتير بسبب العيله الكبيره اللي هم فيها، يعني هنا عيله البلد كلها عيله كبيره مع بعض، كلها عارفه بعض. شايفه الارياف هنا. فشايفه بالنسبه لي حاجه مختلفه كتير عن روسيا. Просто в России мы, когда уже большие дети, к маме там, ну, уже мы не рассказываем что-то, мы не обсуждаем какие-то вещи, мы там куда-то ходим одни, а здесь все вместе. بقول لك حتى كمان في روسيا العادات بتاعتهم والتقاليد، يعني اللي انت مثلا لو البنت كبرت او الولد كبر ممكن يقعد في مكان لوحده، ممكن تخرج لوحديها، ممكن تعمل كل حاجه لوحديها، تشتري وتتجوز لوحديها. هنا لا، هنا كلهم عيله واحده مع بعض، يشتروا لها حاجتها ويجهزوها ويطلعوها من هنا على الفرح وتروح في بيت جوزها على طول. فدي شكل حاجه حاجات حلوه. غريبة بالنسبة لي. فدي بالنسبه لها احسن بكثير من اللي انا شفته في روسيا. طب أول ما جت ليسا هنا اتعاملت مع والدتك وأخواتك إزاي؟ هي أول مرة جت فيها هنا كانت طبعا ما كانتش صدمة خالص، من ناحيتها إن أهلي كانوا جم هم الأول شرم وشافوها هناك في شرم. يعني وقعدوا دخلت معاها اهلك شافوها في شهر. قبل ما اتجوز، عشان يبقى انا اتجوزت هم اهلي موجودين معايا. هي لما جت من المطار انا اتجوزت على طول، ف عشان يعيشوا معايا عاشوا معانا حوالي اسبوعين في شرم الشيخ، وبعدين هم نزلوا هنا تاني. وبعدين احنا في فتره بقى جينا بقى، كانت هي لسه اول ما تشوف العيال اللي تحت وتشوف البلد وتشوف الناس، كان بالنسبه لها حاجه مختلفه، وتشوف الحيوانات اللي هي المغزى المواشي والحاجه دي، فكانت كل شويه تجري على كل حاجه، تشوف حد بيضرب المواشي تروح مثلا تحس عليه معلش تعمله كده. طب اهل بلدك لسه لما نزلت الشارع، كلمني اول مره نزلت الشارع، يعني اتعاملت مع الناس ازاي؟ اتعاملت معاهم ازاي؟ كده انت عارف هنا بتبقى حاجه غريبه بالنسبه لي. جزيرة فراغ بمشي بيحكي لك كفر ازاي؟ شو تقول؟ يا بالله في شوكة. كاكو يا كاك. نو تيبا. كانت مستغربة المنظر. مش شرم، كانت متخيلة هنا زي شرم أو هنا زي القاهرة. طلعت هنا لا مختلفة خالص عن الدنيا أحسن. وهنا النظرة كان بالنسبة لها العين كله بيبص، حتى لو لابسة طرحة مثلا بتقول لي، كانت كل طول الوقت تقول لي هو أنا مش باينة ليه مصرية؟ ما أنا لابسة طرحة ولابسة هدوم طويلة، أنا مش باينة ليه مصرية؟
то, что я приехала в платье в коротком, и все, ну, здесь все одеты. И здесь было очень много мусора, как бы, по сравнению с шармом. Но это правда. Бля, Катина, а то бы ты бы сел в стиле العادي اللي هو الدريس الطويل والناس كلها لابسه علاقات وقافله شعرها وقافله كل حاجه والناموس الناموس هنا كتير قوي. Сейчас я привыкла к этому. Ну, так, ну, хасат, аулит, бэ. Аулит, аня, муз. Сахбит. Дубан катейр, Аллах. Дубан катейр, Аллах. Это бит дубан, бэ, но муз сэмит аулит. Это дубан и шарм, дубан. А, дуэлэти, хас, тауида маэна. Саратон, муз, бис, мину, муз, аллах. طيب مثلا لما بتنزل الشارع بتنزل تشتري برضك بتنزل تشتري بتنزل تشتري لوحديها ساعات لوحديها كمان بتنزل مع اخواتك تجيبه طبعا بتروح الجيم لوحديها في قفله ذاته بترجع كده يعني بتتعامل كل حاجه على حسابنا براحتها خالص في بلدك وعرفت تتعامل وتركب انا بقيت مطمن معاها عشان الناس كلها عارفاها الناس كلها عارفه مين ليس وعارفين من جوزها وعارفين من عيلتها الناس كلها عارفه طيب بتتعاملي مع الناس ازاي بتتعاملي معهم بالكلام اللغه كنت قبل تعرفي احنا بوست فلاحين ناس دي اسمها مي فاميليا تركا كتره دروجاش انا مش فاهم نو بس انا خرج с тобой всегда قال لك طول الوقت هي معايا بره ما بتتعاملش مع حد كتير بلغتها هنا في البيت كنت ديس بس دوما دي с мамой раньше мы общались через переводчик сейчас دلوقتي زمان كان بتعملوا تعملوا على الترجمات على الترجمة دلوقتي بقى باللغة بالإشارات اللي فاهمها أمي مثلا عارفة كلمة أكل يعني بالروسي ليس عارفة كلمة أكل يعني بالعربي أنا عايز أروح تعودوا علموا بقى بهم عارفين خلاص عارفين الإشارات حتى ما بقاش يحتاجوني إلا لما يكون فين في حاجة مهمة هي تديني زيزو أجي راح جاي على طول если в Капризиат я одна например после жив то я обычно что-то покупаю в магазине то что мне нужно я знаю что мне нужно когда بقول لك انا لما كنت في كابريزات مثلا في الجيم وعايز تروح تشتري حاجه من السوبر ماركت او تشتري حاجه من مكان هتشتري منه هي بتبقى عارفه الحاجه عشان تخش تجيبها وتتحاسب عليها بتيجي مثلا تقول التوك توك روحها هي بتبقى عارفه اسم البلد انا عايز اروح كفر وصار بيجيبها مش عارفه هي عارفه البيت وعارفه المكان عارفه كل حاجه حتى لو حصل اي مشكله هو طالع بقى مكان غير المكان بترن عليها على طول رايحه مكان غير بترن عليها ساعه المشكله يعني لو هي عارفه المكان حافظه المكان انا ماشيه منه وده من شارع ثاني هو نفسه هو المكان بس هو اختصر هي ما تعرفش ترن وتعمل فضيحه في الشارع تدي تروجات تصطاد غريم يعني هم كده بقى يخلي وراح فين تعمل لي كده انا عارف لسه عرفت عرب هنا في الفلاحين عارفه فلاحي كاكس ماشي كاكس كان بحب فلاحي بحب جو 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 اشتني جو 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 كله فلاحي اشتني جو 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 بحب جو جو فكله متعلمه فلاحي حاجه بسم الله ما شاء الله عليها يعني ما شاء الله ربنا يخليكم اللهم امين что что хочешь ничего нет что я тебе вообще говорю عايز فلوس عايز فلوس يوم عايز فلوس كله عايز فلوس انا جعانه كل يوم اكل وحش لا والله بسم الله ما شاء الله كانش كده هي كانت حاجه بنطوطه خالص بسم الله ما شاء الله المحشي امي ماما طب الطبيخ الطبيخ بقى انا هطبخ كل حاجه يعني اتعلمت من ماما اتعلمت من مامته كل حاجه صوتي مية كوش دي منو خي بوبي محشي رز رز فراخ محشي ايوه محشي بتلف المحشي لف المحشي محشي كاكل زيت محشي لا يا مصرية مصرية دي بتعلم 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 الصراحة المصريين يعلموا المصريين يعلموا الله ما شاء الله عليها الصراحة ربنا يخليكم اللهم امين اللهم امين تفضل تفضل تعالى تعالى لو انت حابب تسأل سؤال انا عادي تقول ايه اللي لزياد شو اسمك انا ما اعرفش شكرا ايه عارف احب جو جو تعرفش يا ممكن تقولي كلام بالروسي شكرا شكرا عفوا